راح نتابع لانه عم نشوف الشيف عم بيحضر كثير اشياء، بس ما عرفنا هلا وين صار. بنشوف تحضيراته بورشه ملح. صباح الخير وتحيه طيبه لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم عبر شاشه تلفزيون المستقبل. اليوم في عنا اربع وصفات مش ثلاث وصفات، اللي هن السمكه المحشيه بحشوه الثوم او بصلصه الثوم اللي فوتناها على الفرن وشويناها على درجه حراره 200 حوالي 40 دقيقه بعد ما كنا حاطين نحن بطاطا بكعبه وكنا مزينينها. طيب خلينا نبلش انا وياكم بالسمكه. جبنا سمكه كبيره 3 كيلو اللي كانت لقوز صخري او نهري او حيالله نوع من انواع الاسماك، ما عندنا اي مشكله، نفس الطريقه اللي بدنا نعملها. جبنا السمكه غسلناها، بعد ما غسلناها حطيتها بصينيه، ملحتها، حطيت لها ملح، فلفل اسود، كزبره يابسه، كمون، بابريكا، دهنتها كلها سوا مع رشه اوريجانو، قلبتها من كل الميلات مع زيت زيتون، اخذنا النكهه كثير طيبه. جبت خلاط كهربائي، حطيت بالخلاط كهربائي توم مع كزبره خضراء، خلطتهم مع بعض لنعمه، حطيت زيت زيتون، حطينا من خل التفاح او فيكم تحطوا عصير حامض ما عندنا اي مشكله، فلفل اسود، كمون، كزبره يابسه، وبابريكا رشه، اوريجانو، خلطتهم كلهم مع بعض، جبت هالسمكه وحطيتهم بقلب السمكه، حشيت السمكه من جوا ودهنتها من برا وزينتها بهالشكل هيدا. كمان مشاهدينا المقادير عم تمرق قدامنا على الشاشه. هاي بالنسبه للسمكه، لكن الصلصه كثير طيبه، بتاكلوا معها صلصه كمان بترفقها على جنب، كزبره، ثوم، كزبره خضراء وكزبره يابسه، كمون، بابريكا، اوريجانو، زيت زيتون، عصير حامض او خل التفاح، بتخلطوهم مع بعض وبنقدمه مع هيدا الطبق. طبعا بعد ما نحشيها كمان فيكم تحشوها، انا خليني افرجيكم الحشوه. هيدي الحشوه بقلبها مثل ما عم نشوفها، هيدي هي الحشوه الخضراء محشيه فيها السمك. طيب خلينا نكسب وقت ونبلش كمان بطبق الحلويات. طبق الحلويات عندي كرات التمر مع رقائق الذرة. عندنا تمر وعندي زبده. رح اجيب التمر، رح اجيب الزبده، حطهم على التمر. اوكي. عندي هيل ناعم، كمان مقادير عم تمرق على الشاشه. وعندنا قرفه. لكن عندي هيل ناعم وعندي قرفه. بدعكن مع بعض، ندعك الزبده مع التمر، هيدا تمر بدون بذر. انا وعم بدعك هالتمر مع الزبده مع الهيل مع القرفه، خلينا نحكي على الشوربه. عندي شوربه على النار، حاطت بالشوربه، طبعا الشوربه غليت صار فيني طفي عليها، حطينا زيت زيتون، بصل مفروم ناعم مع ثوم مفروم ناعم، شوربة القريدس بالريدس الفاهيتا، امبارح حضرنا نحن كمان باستا بالفاهيتا واليوم محضرين شوربة القريدس بالفاهيتا. طيب كيف بنعمل فاهيتا قريدس؟ هي ذاتها، حطيت انا بصل على النار مع ثوم مع زنجبيل بزيت الزيتون، قليتهم كلهم مع بعض، بعد ما قليتهم جبت عصير بندوره، قبل ما احط عصير البندوره حطيت من القريدس، ريدس حجم صغير، كمان القريدس قلبته مع الثوم والبصل والزنجبيل بزيت الزيتون، جبنا عصير البندوره او مشاهدينا فينا نجيب من البندوره المطحونه. جبنا بندوره مطحونه ضفناها بعد ما حطينا القريدس، ضفناها للطنجره، حطيت انا كمان مرقه ريدس او فيني احط مي ما عندي اي مشكله، مع رشه فلفل اسود ورشه ملح، حطيت رب البندوره وتركتهم يغلوا كلهم مع بعض، صار عندي شوربه القريدس جاهزه بتعطينا نكهه كثير طيبه ونكهه مميزه. طيب طبق السلطه، جبت باذنجان، باذنجاني، جبت حبه كبيره باذنجان وجبت باذنجان صغيره، عندي نوعين باذنجان مثل ما انتم بتلاقوا بالسوق. هيدي الباذنجان عندي بهالشكل وعندي باذنجان كمان بهالشكل، عندي باذنجان شكلين وعملتهم انا كمان بالشكلين للباذنجان لحتى نفرجيكم. عندي على النار بالقلايه شكيتهم بصياخ خشب،
في منهم حطيت معهم من البندورة الكرزية والباقي خليته بلا بندورة كرزية. حطيت رشة سماق، حطيت حار، فلفل أسود، رشة ملح، زيت زيتون. أخذنا نكهة كتير طيبة للباذنجان، لكن نقعت الباذنجان أو خلطت الباذنجان قبل ما شكهم، زيت زيتون، سماق، فلفل أسود، وحطينا حر. الحر بيعطي نكهة كتير طيبة لهالطبقة هيدا، وزيت زيتون طبعا. حطيتهم بصياخ، وهلا مثل ما عم بتشوفوا عم بقليهم أو عم بشويهم شوي بالقلاية. بعد ما قليهم أو اشويهم شوي بالقلاية، رح حضر أنا بصحن من الجرجير، رح حط رمان، ورح حط كمان بندورة، وفيني حط دبس الرمان. طيب هاي العجينة صارت جاهزة. بعد ما صارت جاهزة العجينة شو رح أعمل؟ رح إجي أخذ كورن فليكس أو رقائق الذرة. عنا رقائق الذرة، بحط رقائق الذرة بهالشكل هيدا فوقهم فوق التمر، وبخلطهم مع بعض. بدي انتبه ما بدي كتير كسرهم لرقائق الذرة. اوكي، نمر كمان بنحط بعد كمية من رقائق الذرة مع التمر وبخلطهم مع بعض. لكن عندي تمر وعندي رقائق الذرة وعندنا زبدة، حب هيل، قرفة ناعمة، عم بخلطهم كلهم مع بعض. بعد ما خلطتهم باخد بول بهالشكل هيدا، بعمل حبة بول مثل ما عم نشوف. بجي للفستق الحلبي، بعمل بالفستق الحلبي بهالشكل هيدا، برجع بجي لجوز الهند. من ميلي بعملها جوز الهند ومن ميلي بعملها فستق حلبي. خلينا نجيب صحن ونحط دغري بصحن. لكن عندي من ميلي فستق حلبي وعندي من ميلي تانية فستق. لكن فستق حلبي وعندنا جوز الهند مبروش. طيب كمان بكفي البول بعملها بهالشكل هيدا، فستق حلبي من ميلي وجوز الهند كمان من ميلي، حطهم بهالشكل هيدا. اوكي، كمان بكرر العملية. طبق كتير شهي وطبق كتير طيب. فيني حطهم بالكاجو، فيني حطهم بالفستق السوداني، فيني حطهم باللوز، ما عندي اي مشكلة. طيب مثل ما عم نشوف انا عم بحاول ما كسر رقائق الذرة، خليها الحبة كاملة، بدنا ننتبه عليها. كمان نعملها بهالشكل، وكمان جوز الهند. عندي على النار، خلينا نشوف شو صار فيه بالباذنجان على النار. الباذنجان بلش يستوي، كمان الباذنجان بلش يشرف على نهايته. فيني اوكي بعبده شوي تقريبا ومنطفي النار. بتاني فقرة رح نحضر الصحن تعول هالسلاد. طبعا رح حط انا معه من زيت الزيتون وعصير الحامض. لكن مشاهدينا انا رح كفي العملية مع التمر ورقائق الذرة وحطهم بالصحن، بس خلينا نروح مع بريك صغير وبنرجع سوا. رح ننتقل لحتى نكون هلا مع المحطة الأخيرة والشيف حسين اللي صار بتحضيراته النهائية. وهيدي آخر حبة عم بحطها بالفستق، ورح شيل الصحن من قدامي حطه. لا خلينا نعمل بعد حبة لحتى يطلع الصحن كامل. طيب أنا رح أحضر بعد حبة اللي هي من التمر، رقائق الذرة، زبدة،
هيل مطحون وقرفه، دعكتهم كلهم مع بعض وعم بحطهم بجوز الهند المبروش مع الفستق الحلبي. هيدا الصحن صار جاهز، بشيله كمان بحطه هون. طيب خلينا نسكب كمان الشوربه ونحطها على جنب، بضل في عنا طبق السلطه. أنا الشوربة رح أسكبها كمان أوكي، رح نسكبها كمان، نمسح الجاط ونقدمها، نحط على وجهها من البقدونس المفروم أوكي. هيدا الشوربة كمان بنحطها قدامنا باخذ بقدونس ناعم وبحطهم على وجههم. طيب هيدا بقدونس ناعم بنحطه على وجه الشوربه اوكي. خليني اشوف صحن السلطه. عندي هالصحن قدامي، لكن صار عندي شوربة، عندي من السمك وعندي طبق حلويات. بجي بجيب خس، بحط خس بكعب الجاط أو بكعب الصحن بهالشكل هيدا. خلينا نلبس كفوف ونكفي هيدا الصحن. لكن سلطة الباذنجان أنا بلشت فيها، عندي الباذنجان على النار بعد ما شويت الباذنجان وصار جاهز عندي الباذنجان. هلأ صار الوقت نحضر الصحن. غيدة؟ غيدة؟ نعم. وينك غيدة؟ إجت غيدة. أنا زعلان منك. ما بدك تفوت بكادري؟ مغيرة شعراتك كمان اليوم؟ لا ما كمان كتير. مرة تانية؟ كمان مرة ثالثة. شو خلصت السمكة؟ طيب. هاي السمكة صارت جاهزة. قوية كثير السمكة. يا هلا رح اديها للسمكة. هيدي الصبح كانت بعدها مش مطبوخة، حزينة هيك صارت. بعد ما انطبخت؟ بعد ما انطبخت. بجنن شكلها، بشهي شيف. فينا نبلش ندور؟ هلا هيك بدك ندوه هيك نفرط لها موديلها على الهواء؟ يلا بعد الهواء، بعد ما تصورها. بعد الهواء ما هيك؟ صح. طيب حرام ما قلنا قلب. عندي من الروكا. اوه عظيم. او فيني اجيب كمان من الجرجير. فيني احط جرجير او فيني احط من الروكا. انا بحب كثير الروكا. طيب رح نجيب هلا رمان. ونفرطهم. نفرط الرمانات. ايه حبينا نفرطهم على الهواء. كمان بفرط رمان بهالشكل، هو صحي كثير. صح. عم ضيف لها الرمان. فيني حط كمان غيدة من فطرة طازة. فيني حط من البندورة الكرزية. فيني حط من الذرة. فيني حط كمان من الخيار والفليفلة. بس هيدا اللي عم بحضره انا هيك اطيب شيء بيكون. لكن عندي خس، عندي ركة، فيني احط محل ركة جرجير، كمان بيعطي نكهة كثير طيبة الجرجير. كمان بكفي حط شوية رمان. فرطها انا بخاف منه لأنه بي بي ندعمها ندعمها بالرمان. ايه ادعمها 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 بعد، بس أنا بخاف لأنه كتير صح. طيب بيدبغ لأنه مشان هيك. عشان هيك بعدتي؟ بعدت شوي. انا معلش ادبو. معك كفوف انت بعدين لابس اسود. طيب لا لابس ابيض. يلا لكن بزياده رمان هلا. خليني اجيب الباذنجان. ايه هيدا الباذنجان بعد ما شويناه عم بحطه بهالشكل. ايه كباب على الاخر طالع الباذنجان اليوم، مغير لوك. كباب باذنجان. ايه نحطهم كمان بهالشكل هيدا. اوكي شو رأيك؟ عظيم. في منهم حاطط معهم بندورة كرزية ومنهم حاططهم بلا بندورة كرزية. هيدا مع بندورة كرزية. اوكي. ها؟ طيب.
عمرها لهيدي. عمرناها. هلا شو رح نعمل؟ يلا نغير الكفوف. عندنا خمس دقائق بعد. طيب خمس دقائق نعمل فيهم ثلاث طبخات. اكيد ثلاث طبخات. أربعة كمان. زيت زيتون. ليك كيف عم نحط زيت الزيتون؟ اوه ايه هيك من قلبك يعني بقوة. في أطيب منه هو زيت الزيتون. بنحط كمان رشة سماق. اوه عظيمة. بعد ما خلصنا. ايه. بعد في عنا. مازال ضل في عنا كمان شغلة. ايه. فستق حلبي. في نحط كمان فستق حلبي. وبعد فيه بدنا نحط من دبس الرمان. خطيرة هي قصة الفستق الحلبي. شايفة ما احلاها؟ كثير طيبة. كثير طيب هذا الصحن هالطبق. طيب. خليني اجيب هلا لكان سلطة كباب الباذنجان. ايه. طيب. خلينا نجيب دبس الرمان. كمان بحط دبس الرمان عليهم. شو رأيك؟ شي قوي كثير. اوكي. هيدا الطبق صار جاهز. بدك تحط شي بعد؟ فيني زينه بالرمان. هيك صار جاهز. يلا ها. بنرده لمحله. وبهالوقت انا صار فيني ارجع عيد لكل المشاهدين نحن شو حضرنا لليوم. طيب. ومنين بدك نبلش؟ يلا بدنا نبلش دغري بالشوربة والسمك. طيب. الكباب وبعدين بنختم بال لكن اول شيء بالشوربه مثل ما قلت لنا بالتمرات غيدة. يلا الشوربه حطينا بصل على النار مع ثوم زيت زيتون زنجبيل قليتهم مع بعض. جبت القريدس حبه صغيره قليتهم مع القريدس. جبت بندوره مطحونه او عصير البندوره ضفت لهم عصير البندوره خلطتهم مع بعض حطيت رب البندوره مرقه قريدس او فيكم تحطوا مي. هون خليني الفت لكم نظركم لشغله فينا كمان هيدا الطبق نحط معه من الكريم فريش او كريمة الطبخ ما عندي اي مشكلة. بعد ما غلو سكبتهم بهالجاط زينتهم بالقريدس كمان مقادير شوربة القريدس عم بيمرق قدامنا غيدها على الشاشة. هيدي بالنسبة للشوربة. السمكة. السمكة. جبنا السمكة. فيكم تجيبوا السمك اللي بدكم اياه ما عندنا اي مشكلة تكون وزنها فوق 2 كيلو او فيكم تجيبوها حوالي الكيلو ما حسب ما انتم بترغبوا وبتحبوا. ايه. بتجيبوها حسب الانواع. هيدي شو وزنها تقريبا؟ هيدي 3 كيلو. 3 كيلو اوكي. يعني بدنا سمك لقز صخري، لقز نهري، مسقار، غزال، حيالله شو ما بدكم انتم فيكم تجيبوا السمكه. جبنا السمكه نحن غسلناها طبيعه الحال، حطيناها بجاط، رشينا عليها من الفلفل الاسود، رشه كمون، رشه كزبره ناعمه مع اوريجانو، فلفل ابيض، رشه ملح، قلبتها على الميلتين مع زيت الزيتون. زيت الزيتون كتير طيب غيدا مع السمك. حطيت أكيد. زيت الزيتون وخلطتها كلها مع بعضها وحطيتها بصينية. جينا لنحضر صلصة الثوم الحشوة تاعتها. جبت خلاط كهربائي حطيت ثوم كزبرة خضراء كزبرة يابسة كمون أوريغانو فلفل أسود رشة ملح خلطتهم مع بعض. هون مشاهدينا فيكم تحطوا حر انتو كمان الحر بيعطيها نكهة كتير طيبة. شو حطيت مع الخلطة؟ حطيت أنا شرائح الحامض وشرائح البردقان مع الخلطه بيعطوا نكهه كثير طيبه. شلت هالصلصه حشيتها بقلبها ودهنتها من فوق وقدمت معها صلصه كمان على جنب هي اللي عم نشوفها. هيدي الصلصه كثير طيبه. ايه. فوتها على الفرن على درجه حراره 200 بدها حوالي 40 دقيقه بعد ما كنت مغطيها. فيكم تغطوها بالالمنيوم فويل وفيكم تتركوها بس وين اهم شيء نحط بطاطا بكعبه لحتى ما تلزق السمكه بكعب الصينيه وفيكم تحطوا شوي من المي قبل ما نفوتها على الفرن. هيدي بالنسبه للسمكه. بنيجي بالنسبه لطبق الحلويات. جبت تمر انا بدون بذر، جبت زبده، دعكت التمر مع الزبده مع القرفه مع الهيل كمان المقادير مشاهدينا عم تمرق على الشاشه. جبت رقائق الذره، دعكتهم مع رقائق الذره، هون انا رقائق الذره غيدا بدي احاول ما كسرها خليها حبه كامله. دعكتهم شوي مع بعض، جبت قدامي برش جوز الهند وجبت فستق حلبي مطحون، غطيت نصها بالفستق الحلبي ونصها ببرش جوز الهند، يعني عملتها من الميلتين، ميله هيك وميله هيك، سكبتهم طلعوا عندي بهالشكل، كمان هذا الطبق كثير طيب. نيجي لاخر طبق السلاد، جبنا خس، فيكم تجيبوا الخس اللي بدكم اياه، مع ركة او جرجير، جبت السياخ انا،
جبت الباذنجان، نقعت الباذنجان بزيت الزيتون مع سماء فلفل اسود، وحطينا فينا نحط كمان معهم غيدة من دبس الرمان. انا خلطتهم مع بعض وحطيت من الحر او شطه، خلطتهم وشكيتهم بالسياخ وشويتهم بالقلايه مع شوي من زيت الزيتون لحتى اخذوا هاللون الحلو. اخر شيء حطينا جرجير وحطينا الخس بالصحن وحطيت السياخ على الوجه مع زيت زيتون دبس الرمان، وفيكم تحطوا عصير حامض. انا هيك وسماء طبعا اكيد. أيه. سماء نحن حطيناها فينا هلا، انا مدخل بالخلطه سماء، حطيت أيه. سماء على. انا هيك غيدة بدي ودعك، ودع كل المشاهدين، قول لهم الف صحتين، وان شاء الله هول اربع وصفات اليوم يكونوا نالوا اعجابكم. بكره بشوفكم كمان مع وصفات تونيز فود. شكرا كثير شيف، يعطيك الف عافيه. نحن بنودع كل المشاهدين بقيه النهار كثير حلو، وبكره تمام الساعه 10 بتوقيت بيروت بتفتحوا عالم الصباح جديد اكيد، وانا بكون معكم نهار السبت. باي باي. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love.